لماذا تمتلك مصر قوات بحرية ذات مستوى عالمي؟ مقال في دورية فورين أفيرز الأمريكية بيتكلم عن القوات البحرية المصرية. هو مقال بيستعرض قوة البحرية المصرية وتحديثها وتسليحها مؤخرا. في المقال تحليل ساذج بيقول إن احنا بنطور القوات البحرية المصرية علشان نحمي أوروبا من اللاجئين، وإن فقط ده الهدف الرئيسي في تعاوننا مع أوروبا في هذا التسليح. وفي تحليل حاقد بيقول إن الرئيس السيسي بيطور القوات البحرية والجيش عموما من أجل استخدام الجيش في السياسة. إذا تجاوزنا التحليل الساذج والتحليل الحاقد واتكلمنا عن ما في هذا المقال من تحليلات أو معلومات، نمرة واحد، أوروبا في خطر، لأن أوروبا في موجة لاجئين جايلها، فهم قدروا يتفاهموا مع الأتراك إن الأتراك ما يمشوش لاجئين ليهم، وبيحاولوا كمان إن هم يتعاونوا مع مصر، لأن مصر أكبر قوة في جنوب البحر المتوسط. إحنا بيننا وبين أوروبا البحر المتوسط، البحر المتوسط من عندنا يبقى مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب. شمالا بقى عندك من إيطاليا وفرنسا لليونان، كل بقى جنوب، كل شمال البحر المتوسط. يبقى شمال المتوسط أوروبا، جنوب المتوسط إحنا. فالأوروبيين شايفين إن مصر كقوة أساسية جنوب المتوسط هيكون دورها مهم جدا في ضبط البحر المتوسط جهة الجنوب، وإلا تحديات اللاجئين هتكون موجودة وخطيرة جدا، سواء لاجئين أو مهاجرين غير شرعيين، سواء من دول عربية أو مناطق حروب، أو سواء أفارقة عندهم طموح إن هم يجوا من إفريقيا إلى شمال إفريقيا ثم يعبروا البحر إلى جنوب أوروبا. يبقى في كل الأحوال، وده تحليل في منطق طبعا، أوروبا قلقة من موضوع اللاجئين أو المهاجرين، وإن التعاون مع مصر مهم في هذا الإطار. إنما الخلل اللي في المقال إن بيعتبر ده السبب الوحيد في تطوير القوات البحرية المصرية. القوات البحرية المصرية بتطور نفسها وبتحدث نفسها علشان دي عقيدة الجيش المصري، والعقيدة العسكرية المصرية لازم يكون الجيش المصري قوي ومستعد لحروب كبرى مع دول إقليمية أو مع غيرها. وعقيدة جيشنا مش عقيدة بيقوم بها بالاعتداء على الآخرين، إنما الدفاع عن الأراضي المصرية. ما نقدرش نختصر أبدا تطوير القوات البحرية أو الجيش المصري في موضوع اللاجئين، إنما قطعا من بين المهام إن البحرية المصرية بتضبط عموما الأداء في جنوب البحر المتوسط. فورين أفيرز بتقول إنه التعاون مع فرنسا، طيارات الرافال وحماية الطيارات جمال عبد الناصر وأنور السادات، والتعاون مع الغواصات دولفين مع الألمان، كل ده بيأكد تعاون مصري أوروبي في مجال البحرية، وإنه في اعتراف عالمي بأن القوات البحرية المصرية كانت في مرحلة سوفيتية، وإنها منذ تولى الرئيس السيسي منصب وزير الدفاع ثم رئيس الجمهورية، دلوقتي البحرية المصرية انتقلت من المرحلة السوفيتية إلى أنها باعتراف إسرائيل أقوى من أي وقت مضى، وإن هي من أقوى القوات البحرية في العالم، وإن رئيس أولاند رئيس فرنسا قال إن أكبر قوة في جنوب المتوسط لابد أن عليها مسؤولية لضبط الأمن مش بس داخل أراضيها وإنما في المنطقة كل، هي القوة المصرية. وإن زي ما ميركل أيضا قالت إن أوروبا بتعتمد على قوة مصر في جنوب المتوسط. إذا مجمل هذا التحليل إن أوروبا عندها قلق من الحركة البشرية باتجاه أوروبا، من التحولات اللي في المنطقة، بالتوازي مصر وبغض النظر عن مخاطر أوروبا قامت بعملية تحديث عسكرية واسعة النطاق، والقوات البحرية كان لها نصيب كبير جدا في تحديث الجيش المصري، وإن انتقلنا في وقت قليل جدا من الحقبة السوفيتية إلى حقبة حديثة بقت بموجبها القوات البحرية من أفضل القوات البحرية في العالم، أو إنها أفضل من أي وقت مضى، وبقى الجيش المصري دلوقتي له مكانة كبيرة جدا مش بس في جنوب المتوسط وإنما في العالم ككل.